هي كانت في السفيفة. دابا حنا ملي كنديروها في لي تونيك اللي هما البسه روميه كندخلوا فيهم هاد البلدي كندخلوا معاهم هاد البلدي كنمثلوا واحد التعاونيه نسويه اللي تتعاون الشابات باش ان شاء الله تمشيو في هاد المسيره نتاع الحرف تاع الصناعه التقليديه نهضوا بهم، لانه كما لا يخفى عليكم ولا تنعاودوا نلبسوا اللباس الاوروبي اكثر ما تنقبطوا هادشي الحوايج ديالنا التقليديين. وجلاله الملك محمد السادس عطانا واحد المبادره طيبه وفتح لنا واحد التكوين واحد السونتر تاع التاهيل والتكوين والصناعه التقليديه باش نهضوا بهاد الحرف اللي هما حرف تقليديه اللي غاديين في الاندثار بحال السفيفه البلديه. كاينه السفيفه البلديه هي السفيفه البلديه اللي كانت وان شاء الله غادي تبقى على مر العصور، لانه هذا الشيء ما كيموتش، لانه هذه اصلتنا وتاريخ ديالنا والعقده اللي هي العقده الفاسيه والعقده البلديه. هذه واش باقا تستعمل الان؟ دابا بدينا حنا تنحيوها، هي كاينه ولكن ماشي بالكثره بالوفره، لانه غزاتها الماكينه غزاتها الاله، وحنا تنحاولوا لانه هذا هو الغايه لاش تحل هذا السونتر تاع سيدي عبد العزيز اللي كاين في المدينه تاعت مراكش في السوق تاع مراكش في سيدي عبد العزيز، وهو سونتر تاع التكوين والتاهيل للشابات من 15 حتى 30 عام. غادي نعلموهم حرف تقليديه اللي هي حرف اللي غادي تتموت ولكن حنا تنحيوهم باش هاد البنات يلقاو واحد مده تاع عام تاع الفورماسيون يولي عندهم واحد الدبلوم ديالهم يقدروا يخدموا به ويكلوا به نفسهم ويشتغلوا به من بعد. الحمد لله تيكون عندنا بنيتات، راه عندنا اكثر من 20 بنت اللي بدات تتعلم في هذا العام. ان شاء الله راه هذا العام غادي يتسوفى، راه غادي يتقدوا لي ديبلوم ديالهم، غادي يقدوا شواهد ديالهم ان شاء الله، يقدروا يدخلوا لهم يديروا مشاريع صغيره ديالتهم ولا يخدموا من البيت ديالها. كاينين الناس اللي البنيتات اللي مزوجين ديجا فام اللي هما مزوجين غادي يديروا تما مشاريع ديالهم، ولا تعاود تبقى معنا تما في السونتر ولا تنطلق تدير مشروع ديالها صغيره. كاينه الطاقيه البلديه وكاينين العقاد، كاينه المحكه اللي ما بقاتش تتداول، المحكه البلديه اللي كانت زبان، وكاينه السفيفه، كاينه البلغه المخزنيه القديمه الفاسيه اللي سميتو. بزاف ديال الصناعات اللي ما بقاوش، ماشي صناعات ولا هما حرف اللي ما بقاوش غادي يخدموا، ولكن بفضل هذه المبادره اللي دار سيدنا الله ينصرو راه حنا غادي الحمد لله في هذا المشروع. دابا هذه السفيفه ما تقتصرش على الالبسه، ولكن نقدروا نديروها في السميطات، نديروها حيلي، نديروها في السيكان، نديروها في دي ديزاين. ودابا السفيفه راه ولات بتسرق لينا هذه السفيفه باش نشدوها انا اوروبيين ينسبوها لهم، زعما ما خصها لا حريفي لا والو، الصناعه كاينين الحريفيه تبارك الله من داك الشيء الخارج. المشكل اللي كاين هما الشباب حيت تيشوف الحريفي ولا لاختيزون ولا لاختيست اللي خصنا نسميوه، سيت ان ارتيست هنا عندنا في المغرب، ارتيست ماشي هي بالتعلام، هي ماشي هي بالقرايه، هي بداك الشيء اللي تيحط ميديا تنسمي انا ارتيست. مي تيجي هذا الشاب وتقول له جي تعلم عند هذا الحريفي ولا عند هذا لاختيست، وتيلقى مسكين متدهور لا حالته لا على حالته، كتبان لي على الهندام ديالو ولا على حتى الوضع ديالو الاجتماعي. كيف يعقل انه هذا الشاب غادي يجي يتعلم عند واحد مسكين ما لقى حتى قوت اليوم ديالو؟ غادي يقول هكا انا المسار ديالي. فبالاحرى الى نلقى واحد لاختيست نقي ولا واحد الصانع نقي في الهندام ديالو وتبارك الله مسك عليه الله، ساكن مزيان، لابس مزيان، تيسوق شي سياره، على ما غاديش يتحفز هذا الشاب، غادي يقول انا المسار ديالي هكا. هذا الشيء باش الاوروبيين فاتونا، عندهم تيتسموا دي زارتيست، ولكن عندنا حنا تيتسمى مسكين هذا صناعي، لانه مسكين عنده واحد البيسكليت، تيظل هز واحد الكويس نتاع اتاي، جالس تيخدم، وهذاك اللي بغى يتقدم عنده اللي بغى يشرب عنده الزبون، تيحفظ ليه هذاك تبارك الله هذوك المكانات اللي عنده وذوك القدرات اللي عنده، تيشرب عنده بثمن بخس، ما باقيش تيزيد لقدام، فتموت الصناعه بهذا الحيف وبهذا الجور اللي عندنا حنا في الصناعه. التسويق الخارجي، احنا التسويق الخارجي عندنا مشكل تاع التسويق الخارجي هو انه الاوروبيين تيجي من عندك الارتيكل ولا المنتوج ديالك تيجي بواحد الثمن تيبيعو بخمسات النوبات ولا ستات النوبات تضرب الثمن ديالو، عاد تنقاو المشكل هنا الا ما لقيناش اللي يسوق لينا تولي بحال السماصريه بحال مال الشقاره، تيجي تياخذ من عندك البياسه انت درتي فيها ابداع عطيتي فيها وقت وعطيتها بحب ياك، وتتشد فيها واحد الحاجه قليله وتتباع بثمن اللي هو كثير، باسكو فيها هذا الشيء ما تيجعلكش انت تعاود ثاني تبدا وتعاود ثاني تعطي. حنا تنقولوا بان هذه الحرفه ما عندهاش بعدا السن اللي بغى يتعلمها، راه لا كانت صغيره ولا كانت كبيره مزوجه ولا موظفه، لانهم هادو تيتسموا دي تيرابي. هاد الحرف مثلا كنا تنخدموهم بحال تنديروا متنفس للذات ديالنا، تتخدموهم تتشوف الالوان تعطي راحه نفسيه،
اذا تنقول بانه من هذا المنبر تنده على كلهم النساء يجيو تنقترح عليهم يجيو يديروا ديزاتولي او ورشات باش يتعلموا هذه الصناعه التقليديه منها يستافدوا في البيوت ديالهم يديروا ديزارتيكل ولا منتوجات اليوم هما وفي نفس الوقت تقدر ديري بها مشروع صغير ديالك ولا مشروع كبير لانه ما نستهنوش بهذه الصناعه التقليديه لان هي نافذه للعالم ان شاء الله. شنو النداء اللي تتوجهي المسؤولين يعاودوا 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 يحفزوا هذا الصانع التقليدي ويعطيوه قيمه كبيره لانه به هو باش يجيو السياح لان السياحه مرتبطه بالصناعه التقليديه الو الى الصناعه التقليديه تعطاها واحد الاهميه راه تبارك الله عندنا منتوجات رائعه ورائعه جدا والغريب في الامر والجيد في الامر هو انه تلقى الصانع ما قاريش وتبارك الله تيقاد لك السداسيه ويقاد لك الخماسيه ويدير طرز الحساب تدير السيده طرز الحساب عمرها ما دخلت للقرايه وتتقاد لك هذوك جيومتريك اللي تبارك الله مهندسين تيعجزوا على هذاك الرسم.